السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاص، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الخميس 16/2022 في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي. متابعين الكرام، اليوم الطائي فاز على الخليج 3-0، أحرز الأهداف نوليدج موسونا من ضربة جزاء في الدقيقة 18 ونفس اللاعب في الدقيقة 53 وهاتريك لنفس اللاعب في الدقيقة 61. التعاون فاز على الوحدة 2-0، أحرز الهدفين للتعاون عبد الله رديف في الدقيقة 45 وتركي المطيري في الدقيقة 88. الشباب فاز على الرائد 1-0، أحرز الهدف محمد سالم هدف في مرماه بيلعب للرائد في الدقيقة 22. الباطن تعادل أمام دمك 2-2، أحرز هدفي الباطن يوسف الشمري في الدقيقة 46 ويوسف الشمري في الدقيقة 88. هدفي دمك عن طريق العربي هلال السوداني في الدقيقة الثانية من وقت الرضاعة في الشوط الأول والعربي هلال السوداني في الدقيقة 69. الاتفاق تعادل أمام الهلال 0-0. خلينا نتعرف على ترتيب الفرق وترتيب الهدافين. متابعين الكرام، في المركز الأول نادي الشباب ب 18 نقطة، التعاون المركز الثاني ب 14 نقطة، الهلال المركز الثالث ب 13 نقطة، الطائي المركز الرابع ب 12 نقطة، الاتحاد المركز الخامس ب 11 نقطة، دمك المركز السادس ب 11 نقطة، النصر المركز السابع ب 10 نقاط، الرائد المركز الثامن ب 9 نقاط، الفتح المركز التاسع ب 6 نقاط، الاتفاق المركز العاشر ب 6 نقاط، الوحدة المركز 11 ب 4 نقاط، أبها المركز 12 ب 4 نقاط، الخليج المركز 13 ب 4 نقاط، الفيحاء المركز 14 بنقطتين، العدالة المركز 15 بنقطة، والباطن المركز 16 والأخير بنقطة أيضا. بالنسبة لترتيب الهدافين، متصدر الهدافين متابعين الكرام كارلوس أبريليو لاعب الشباب بأربع أهداف، المركز الثاني كريستيان جونكا لاعب الشباب بثلاثة أهداف، ونولوجي موسونا لاعب الطائي، وموسى مريجا لاعب الهلال، وأوديون إغالو لاعب الهلال، وأورن بوبنزا لاعب الشباب، وعبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد، وأنتوني نوكايمي لاعب الفيحاء، وتاليسكا لاعب النصر، وبرونو دوارت لاعب دمك، ودوماغوج لاعب دمك ايضا، وفهد رشيد لاعب التعاون، وفراس البريكان لاعب الفتح، واسمه ده لاعب الشباب، والعربي هلال السودان لاعب دمك، كريم البركاوي لاعب الرائد، لوسيانو لاعب الهلال، مراد بطن لاعب الفتح، سامي النجع لاعب النصر، سامحاني نابت لاعب التعاون، كل دول عندهم هدفين، وسانتي مينا لاعب الشباب، ويوسف الشمر لاعب البطن. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.